في النسخة الثانية من ليالي رمضان التي تنظمها نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الشبكة الوطنية للتنمية الثقافية، انطلقت سهرة إحياء فني وأدبي بحضور شخصيات فنية وأدبية ومتابعين للوسط الثقافي. هذا برنامج ليالي رمضان هو برنامج ثقافي ديني يتماشى مع الروح الرمضانية، أردنا من خلاله هو إحياء رمضان بقصائد توسلية وبقصائد مديحية للرسول صلى الله عليه وسلم وبحكايات شعرية تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها توسل لله سبحانه وتعالى. الإنشاد والغناء في هذه الليلة يتخذ من قصيدة العلامة محمد سعيد اليدالي المديحية أنشودة للغناء الذي تؤديه إحدى أهم الفرق الفنية الموريتانية. صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام، بادي الشفوف داني القطوف بر عطوف ليث همام، ذاك النبي الهاشمي ذاك العلي الهادي التهام، ذاك الرفيع الغوث المنيع ذاك الشفيع يوم القيام. تعتبر قصيدة صلاة ربي من القصائد التي مثلت تجربة إبداعية ولدت من رحم الغناء والفن، فقد نظمها صاحبها مستوحيا تفعيلتها وغرضها من الشعر الحساني، فجاءت بذلك منتسبة للبيئة الشعرية والتجربة الإبداعية المحلية الصرفة. السهرة شارك فيها شعراء وأدباء وجمهور من المهتمين بالفن والشعر، وتخللتها إنشادات شعرية. قرب العضاتين في ظل الغضى العرم ما بين غضر النقاء والسروي والعنم، كالسهم كالوهم كالوسمي كالسلم كالنار كالنور كالإعصار كالنسم. تركزت المداخلات المختلفة للمشاركين على إبراز خصائص المديح في السياق الموريتاني وإبراز المكانة التي يحتلها هذا الفن في موريتانيا.